انعقد مؤتمر كل العرب في دورته 16 في عمان، حيث افتتح أعماله حاكم المنطقة مرشد الحاج شاهين مساء الخميس 14 كانون الثاني 2016 وسط حشد ليونزي عربي وتحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين، وذلك في مركز الحسين في أمانة عمان. وقد حضرت وفود من لبنان والجزائر وتونس ومصر وفلسطين والأردن، حيث ترأس الوفود حكام ونواب حكام المناطق العربية. وكانت لجنة منظمة برئاسة الحاكم السابق الدكتور فريد قعوار قد عملت خلال الأشهر السابقة للإعداد للمؤتمر، وسبق افتتاح أعمال المؤتمر ورشة عمل لإعداد نواب حكام المناطق العربية. حضر فيها رئيس مجموعة فريق العضوية في الشرق الأوسط الدكتور أحمد سالم من مصر، ورئيس مجموعة فريق القيادة نجيب الشعبوني من تونس. كما قام حاكم المنطقة بتوقيع طلب تأسيس نادي عمان الراية برئاسة الليون ميسر أبو جابر، كما جرى تدشين حديقة الصنوبر اللبناني برعاية وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير بالتعاون مع نادي ليونز عمان إليت وجمعية غدي اللبنانية وبلدية السلط.